ان الكلام ده احنا عارفينه وخدناه اكتر من مره، عشان كده انا بجريه. لو حضرتك محتاج تراجعه ارجع للفيديوز بتاعت اكستشينج، راجع التوبك دي واتفرج عليها تلاقيها بسيطه جدا خلاص، عشان بس الوقت ما يسرقناش. هنيجي هنا نقول اساين سيرفيسز. طبعا اقدر اساين اي سيرفيس انا عايزها، لكن انا بالتحديد محتاج الاي اس دلوقتي، محتاج الاتش تي تي بي سيرفيسز. قال لي ده يبقى كده السيرفيس دي بقت شغاله على السيرتيفيكت. يعني لو انا جيت هنا قلت اتش تي تي بي اس اس داش اكستشينج دوت هاني ام سي دوت لوكال سلاش او، جربنا على مشين تانية. طبعا الاي اس لو تعمل لها ريستارت اول مره تفتح طبعا لازم تاخد مننا شويه وقت. فيري جود. طبعا هنا تراستد، ولو فتحنا هنا واحد واحد اوكي. طيب ده شكل الاو قبل الانتجريشن، كويس خالص. هنعمل ايه بعد كده؟ في اول حاجه عايز اعملها، عايز اجيب السيرتيفيكت اللي هي اسوشيتد لمين؟ للاتش تي تي بي. اجيبها ازاي؟ ببساطه بالكوماند بتاع جيت اكستشينج سيرتيفيكت، وهات لي السيرفيسز وايه والثامب برينت بتاعتها. فهنقول هنا كده، فهيجيب لي دلوقتي السيرتيفيكتس الموجوده عند اكستشينج لو انت اخدت بالك اهي، وكل واحده والسيرفيس اللي عليها ايه، يعني دي اسوشيتد لايه؟ للاي اس، دي اللي احنا محتاجينها. هيطلع لي السيرتيفيكت دلوقتي والثامب برينت بتاعتها. قال لي في عندك سيرتيفيكت اهي والثامب برينت بتاعها اهو، هروح انا اخد الثامب برينت ده عشان هستخدمه. خلي بالك هاخد الثامب برينت ده عشان هستخدمه. هستخدمه ازاي؟ هقول هنا طبعا هنا الكوماند اللي انا هشتغل بيه، هقول له جيت اوفر فيرتشوال دايركتوري. طيب وبعدين سيت الاوفر فيرتشوال دايركتوري مالها بقى؟ الانستنت مسج تايب او سي اس اللي هو كان الاوفيس كوميونيكيشن سيرفر القديم، الكوماند لسه زي على الاو سي اس. اعمل ايه بقى في الاو سي اس ده؟ الانستنت مسج مالها؟ انيبلد، خليها لي ترو يعني شغالها. طب وبعدين الانستنت مسج سيرتيفيكت ثامب برينت كام؟ وتروح حاطط الثامب برينت بتاع مين؟ اللي انت جايبه بالشكل ده خلاص. وبعد كده الانستنت مسج سيرفر تروح حاطط مين؟ حاطط اللينك سيرفر بتاعك وخلصت خلاص. هو ده الموضوع، بسيط جدا جدا جدا، ما فيهوش اي تعقيد. هناخده كوبي كده كله ونروح جايين على الاكستشينج بتاعنا ونقول بيست تاني اهو، جيت اور فيرتشوال دايركتوري بايب لاين سيت اور فيرتشوال دايركتوري داش الانستنت مسج تايب او سي اس، خليها لي انستنت مسج انيبلد ترو، والانستنت مسج سيرتيفيكت ثامب برينت كذا، والانستنت مسج سيرفر نيم كذا، انتر. يبقى احنا كده دن. بعد كده اي اس ريسيت مش اكتر. فيري جود. هنقول هنا اي اس ريسيت عشان نعمل ريستارت لمين؟ للاي اس. بعد كده نسويتش اوفر على اللينك ونبدا نكمل. ولكن انا عايز اوريك الاول قبل الانتجريشن شكل الاو عامل ازاي، وبعد الانتجريشن شكله عامل ازاي. خلي بالك قبل الانتجريشن هو الشكل بتاعها ده الطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه. بعد الانتجريشن هيبدا يظهر عندي هنا البريزنس، يعني اليوزر ده اونلاين ولا اوف لاين، ويبدا يظهر هنا عندي الكونتاكت، تظهر هنا عندي حاجه ثانيه بتاعت الكونتاكت بتاعتي اللي هي اقدر اتكلم معاها من خلال اللينك.
خلاص هنا عمل ريستارت طبعا، نعمل ريفريش بس للصفحة. يلا طبعا برضو من ضمن الحاجات ان انت تكون متاكد ان السيرفيسز كلها قايمه عشان تبقى شغال صح. و10004 هنا اعمل ريفريش برضه. انا بفتح من ويب تاني بره على الفيزيكال ماشين. يلا طيب نوقف ونرجع لما يخلص. اهو فتح الحمد لله. طبعا هنا زي ما انت شايف بيقول لي السيتنج بتاعتي كذا اهي، وهنا الكونتاكت بتاعتي اهي، بيحاول يشغلهم. هنا جايب لي، خلي بالك بص، جايب لي يوزر 1 ماله ده اونلاين. طب اقدر اعمل معاه تشات؟ لا ما اقدرش. ليه؟ لان انا لسه مش فولي انتجريتد. انا كده انتجريتي نص الانتجريشن، عملت النص بتاع مين؟ بتاع اكسشينج. لما نروح نعمل النص الثاني عند اللينك وصح تبدا الدنيا تشتغل معانا ان شاء الله. تمام. طيب هنعمل ايه عند اللينك؟ خلي بالك انا ديني براجع معاك تاني اهو. اهو البريزنس اهي مش افيلبل، ما اقدرش اغيرها. وبالنسبه للكونتاكت برضو هنا مش قادر يعمل لهم لود. حتى لو انت حبيت تعمل ساين ان للكونتاكت كده بالشكل ده ما اعتقدش ان هو هيبدا يشتغل. طيب نروح عند اللينك، نقفل البتاعه دي خلاص. تعال نروح عند التوبولوجي بيلدر. هقول له ريتريف. هسيف على الفايل ده. دي التوبولوجي بتاعتنا. فين بقى؟ هنا مفيش عندي حاجه اسمها اكسشينج، او عندي حاجه اسمها اوا، او عندي حاجه ريليتد بالاكسشينج، ولكن في عندي حاجه اسمها تراستد ابلكيشن سيرفرز. سوري، تراستد ابلكيشن سيرفرز. تراستد ابلكيشن سيرفرز دي عباره عن اي سيرفر بيعمل اي نوع من الانتجريشن مع اكسشينج، مع لينك سوري. خلاص اي سيرفر بيعمل انتجريشن مع اللينك. فهقول له نيو ابلكيشن او تراستد ابلكيشن بول من هنا او من هنا. فهيقول لي اديني اسم البول نيم، هي مالتيبل كمبيوترز ولا سنجل كمبيوتر؟ اكيد هما سنجل لان احنا ما عنديش غير واحده بس. فاقول له هي عباره عن s-exchange.hanymc.local s-exchange.hanymc.local ونكست. هيقول لي انت هتعمل لها اسوشيشن للتراستد كمبيوتر ده مع البول دي. خلي بالك نكست هاب يعني مع انه بول، مش لو عندي اكتر من بول. هقول له مع البول دي اللي انا ما عنديش غيرها وفينش بس. خلاص كده احنا ضفناها. طب احنا عايزين الكلام ده يسمع، نعمل ايه؟ اكيد نعمل ببلش، احنا عارفين الكلام ده. نيكست. بالظبط كده دن. يبقى احنا كده عملنا ببلش للتوبولوجي. طيب بعد كده نعمل ايه؟ قال لي هتروح عند اللينك
مانجمنت شيل وتجيب الكوماند الظريف ده اهو. خلي بالك بيقول ايه الكوماند ده، بيقول عايز اعمل نيو سي اس تراستد ابلكيشن، الابلكيشن اي دي هنسميها اكستشينج او، التراستد ابلكيشن بول اسمها ايه؟ اسمه اس داش اكستشينج دوت هاني ام سي دوت لوكال على البورت الفلاني، ده الكوماند بس خلاص. يبقى نيو سي اس تراست ابلكيشن داش ابلكيشن اي دي، وحط اسم اسم الابلكيشن اي اللي انا هعملها، وبعد كده التراستد ابلكيشن بول فولي كواليفايد دومين نيم، اسم الاكستشينج سيرفر، وبعدين داش البورت بتاعي واحط رقم البورت، وبعدين هنقول انتر. طيب عمل الراجل الكلام ده، بعد كده هعمل انيبل سي اس على في عشان يعمل بابلش للتوبولوجي وكمان تكون فيزابل. طيب كده احنا يعتبر خلصنا الجزئيه بتاعت اللينك. طيب نعمل ايه؟ تعال نفتح من هنا لوجن هاني باسورد، هاني باسورد اوكي. نحاول نروح نشوفها من عند الاكستشينج، نعمل اي اس ريست، هنجربها الاول قبل ما نعمل اي اس ريست ساين اوت 1 1. طبعا المفروض يلود الكونتاكت بتاعتي من هنا، ميك شور بس انه 50 البورت اللي احنا اشتغلنا عليه يكون افيلابل، اللي هو 5059 بالظبط كده. اوكي يبقى اذا نعمل له اي اس ريسيت، امرنا الى الله، وقف الفيديو وارجع لكم اول ما يعمل ريستارت للاي اس ان شاء الله. رجعنا تاني بعد الريستارت، الاي اس عملت ريستارت طبعا اهو بالشكل ده. طبعا لو جيت هنا تلاقي البريزنس بتاعك اونلاين، تقدر تخليه بيزي، تقدر تخليه دون ديسترب، تقدر حتى تساين اوت من الاي ام نفسها، تقدر تساين ان مره تاني. طبعا الكونتاكت بتاعتك هنا تقدر تضيف حد في الكونتاكت، تقول مثلا عايز اضيف يوزر 4 اوكي بالشكل ده. اول ما يوزر 4 يعمل لوجن، مش عارف هنا في لينك ولا لا، في لينك اهو، تعال نشوف يوزر 4 مثلا تشينج، هنقول هنا يوزر 4 اوكي ساين ان. هنقول هنا هاني ام سي سلاش يوزر 4 والباسورد الظريفه، قدر يعمل لوجن، نلاقي يوزر 4 هنا ايه اونلاين اهو بالشكل ده. تقدر ترايت كليك عليه وتقول له شات اهو، او تقدر تحطه في جروب، او تقدر تقول له هاي يوزر 4. تلاقي عند حضرتك هنا يقول لك ان يوزر 1 اليوزر اللي اسمه واحد اللي هو الست بتاع دون ستير ضافك في جروب، تحب انت تضيفه في كمان في جروب؟ اه يا عم نضيفه مفيش مشكله خلاص. طيب نرجع للراجل ده، هغير بس الستس بتاعتي عشان يعرف يرد عليا، هديها اونلاين، هقول له اهلا، واحد بيرد عليه طبعا ضاف هنا. لو رجعنا هنا هنلاقي هنا بيقول لك عندك ايه نيو مسج، طبعا تقدر تشوفها من هنا برضو اهي، ترد عليه وهكذا خلاص. طيب في حاجة ظريفة كمان عايز اقول لك عليه، ينفع اجي من هنا
وترانسفير فايل للراجل ده وهو على الويب، يعني اجي هنا وترانسفير الفايل ده مثلا اهو، ها مستني الريسبونس بتاعه. فلو جيت هنا اهو هلاقي الانستنت مسج بتاعتي، بس اهي لو انا عملت كده خلي بالك واحد او بي مستني ريسبونس، هنا هيجي لي المسج بتاعتي اهي اوبن فتح. فنعمل الاو بس للبوب اب اقفلها، نبعت له مره تانية رد عليه فتح لي المسج. ينفع اترانسفير فايل بالشكل ده؟ الاجابه انه سن هنا نسيت مسج اهي فيو، تقدر تعمل فيو للانستنت مسج بس. ينفع ترانسفير فايل؟ لا. ينفع ادخل اوديو كول؟ لا. ينفع ادخل فيديو كول؟ برضو لا. ده اللي انا كنت عايز اثبته لك بالتجربه العمليه خلاص. لكن ينفع تضيف جروبز، ينفع تشوف الكونتاكت ليست بتاعتك، ينفع تغير البريزنس بتاعتك تخليها اي حاجه لو انت اوريدي لوجد من على الاو، او حتى لو انت لوجد على الاو من اي مكان. يعني انا هنا لوجد على الاو من بره جهاز ورك جروب خالص، ملوش علاقه باللينك ولا انستولد عليه ولا اي حاجه في اي حاجه. يقدر يفتح هاني اهو لان ده ويب، فانا فاتح الاو بتاعتي من اي مكان، اقدر اغير البريزنس بتاعتي اهي، واقدر اتشات مع واحد مثلا اهو، اقول له تشات، اقول له كده، المفروض ان هو هيرجع واحد هيلاقي عنده تشات من هنا اهو، هاني عبد الوهاب بيقول لك كذا، افتح شوف رد عليه. تمام، لو رجعنا هنا عند الراجل ده هنلاقيه بيرد عليك وهكذا. وصلت؟ طيب، يبقى دي الاو انتجريشن بتاعت الايه؟ بتاعت الاكستشينج مع اللينك، وده اللي هي بتطلعه، يعني بعد ما نعمل انتجريشن ده اللي هو الاوتبوت بتاع الاو انتجريشن ما بين اكستشينج وما بين لينك. ببساطه قوي هراجع مع حضرتك الكونفجريشن، لازم يكون عندك الاوفيس كوميونيكيشن سيرفر، الويب سيرفيس بروفايدر والانستولر الاثنين، ويكون عندك الويب سيرفيس بروفايدر دي الفيرجن بتاعها مينيمم 202 او اعلى، لان هي كانت 57. خلي بالك لو هي 57 باي ديفولت مش هتشتغل، اديني بقول لك اهو باكد، لاني يعني عن تجربه عمليه اكتر من مره، اهم شيء عشان يشغلها يكون الفيرجن ده سبورتد خلاص. بعد كده عندك اليو سي ام اي، هي بتنزل باي ديفولت، بيبقى الاكستنشن بتاعها الفيرجن اخره دوت 57، مش هيشتغل الا يكون المينيمم بتاعك اعتقد 210 مينيمم خلاص، بيزد على الدوكمنت. خلينا نتاكد، سوري اشوف لك المينيمم بتاعها كام. المينيمم 215، المينيمم 215، لو اعلى زي كده اوكي، لكن المينيمم يكون الفيرجن نمبر هنا 215 خلاص. بعد كده بتيجي عند الراجل ده بترن الكوماند اللي هو بتاع الاكسكيوشن بتاع ان انت تحط الانستنت مسج انيبلد الاول، وبعدين تقول له الانستنت مسج بتاعتي او السيرفر بول كذا والسيرتيفيكت كذا، وبعد كده بتعمل ريستارت للاي اس. بنيجي عند الفرونت اند، بتضيف اكستشينج هنا از تراستد ابلكيشن سيرفر، البول بتاعته بتضيفه اذا كان سنجل سيرفر او مالتيبل سيرفرز يعني، وبعد كده بتيجي في الشيل هنا وتنيبل الكوماند بتاع سي اس تراست ابلكيشن داش ابلكيشن اي دي وتسميها كذا، وبعدين تراست ابلكيشن بول بتديله اسم البول او اسم السيرفر بتاع اكستشينج، وبعدين بتحط البورت وبتدوس انتر، وبعدين المفروض ان هي تبدا تشتغل معاك. لو يعني ديلي في الكونفيجريشن ولا اي حاجه جاست فيرست تايم بس، تقدر تعمل ريستارت الاي اس فور ترابل شوتينج بيربزز يعني خلاص. لكن غير كده مفيش عندك اي حاجه ان شاء الله ولا اي مشاكل هتظهر معاك. واتمنى يكون الفيديو انترستد بالنسبه لك، انا عارف ان في ناس كتير جدا بتدور على الجزئيه دي، فيا ريت تحاول تجربها كده وان شاء الله تكون مفيده بالنسبه لك. اتمنى لكم التوفيق جميعا، اشوفكم على خير ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.